السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده اخواتي جاب لكم طريقه جديده واسهل من السهوله لشحن شداد بابجي موبايل مجانا. حرفيا يا شباب الطريقه اسهل من السهوله وهشرح لكم بالتفصيل داخل الفيديو. يلا بينا بقى على طول يا شباب بدون اي تاخير نروح على الفيديو واشرح لكم الطريقه. بس قبل نروح شباب خلونا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وحط لايك للفيديو صديقي واشترك في القناه وفعل زر الجرس. ويلا بينا على طول اخواتي نروح على الفيديو. اول حاجه كده صديقي عايزك تركز معايا كويس جدا في فيديو النهارده، جيب لك تطبيق جودالي. تمام صديقي عايزك تركز معايا كويس جدا في الفيديو. التطبيق ده صديقي هسيب لك الرابط بتاعه مباشر في وصف الفيديو. كل اللي عليك بس صديقي تضغط على الرابط وتحمل التطبيق من الرابط. تمام اول بقى صديقي ما تحمل التطبيق هتخش كده. طبعا يا صديقي التطبيق مش هيظهر لك اول ما تخش التسجيل. طيب نسجل ازاي؟ هتيجي كده صديقي مكان ما حطيت لك مربع وبعد كده تضغط على كلمه دخول. ده طبعا صديقي اول حاجه كده عشان تسجل داخل التطبيق. تمام التطبيق يا صديقي اسهل من السهوله هوريك كمان دلوقتي بالاثبات. تمام صديقي خلاص ضغطنا على كلمه دخول هنسجل عن طريق جوجل. طبعا يا صديقي عندك تسجيل دخول عبر فيسبوك وكمان عبر جوجل بس انا بحب اسجل عن طريق جوجل. بس كده يا صديقي ظهر لك جميع الايميلات اللي في الموبايل بتاعك. طالما انت كده خلاص يعني يا صديقي ضغطت على تسجيل عبر جوجل خلاص كده يا صديقي على طول التطبيق فتح معاك. اهم حاجه يا صديقي عايزك تركز معايا كويس جدا. اتاكد طبعا يا صديقي خلاص ان انت سجلت وتعالى بقى اوريك حرفيا يا صديقي التطبيق ده اسهل من السهوله وتطبيق روعه. التطبيق طبعا يا صديقي هيعجبك جدا. اول حاجه كده يا صديقي هنا انت اول ما تسجل هتاخد طبعا المكافاه بتاعتك 5000 نقطه. تمام صديقي ركز معايا زي ما انت شايفين يا شباب بقى معايا 5327 نقطه. يعني يا صديقي اول ما دخلت كده على التطبيق على طول تسجيل الدخول دي خدت منها كده صديقي على طول 5000 نقطه. ركز معايا هنا كده صديقي بقول لك ادخل كود الدعوه وهتحصل على 50000 نقطه. انا عايزك صديقي تتخيل معايا العدد ده من النقاط هتاخد 50000 نقطه لو ادخلت كود الدعوه. دلوقتي حالا صديقي خليك تدخل كود الدعوه وتحصل على 50000 نقطه وبالاثبات يعني قدام عينك. يعني هوريك دلوقتي حالا قدام عينك وانا باخد ال 50000 نقطه. تمام صديقي كل اللي عايزه منك بس انك تركز معايا ولو لسه طبعا ما حطيتش لايك عايزك تحط لايك. تمام دلوقتي طبعا يا صديقي انا لسه موريك حالا انا معايا 5327 نقطه. تمام شباب انا دلوقتي معايا 5000 نقطه. دلوقتي بقى صديقي بيقول لي ادخل كود الدعوه وهحصل على 55000 نقطه. تمام صديقي تمام انت دلوقتي كده تيجي مكان ما حطيت لك مربع اهو صديق مربع باللون الاحمر وتضغط على كلمه ادخل كود الدعوه. تمام الكلمه اللي حطيت لك عليها مربع دي برده يا صديقي تضغط عليها ضغطه واحده كده صديقي. طبعا عشان يا شباب ندخل كود الدعوه فمجرد كده صديقي ما تضغط عليها يظهر لك المكان الفاضي ده بيقول لك ادخل كود الدعوه. كل اللي عليك صديقي هتحط الرمز اللي ظهر قدامك حالا ده طبعا صديقي كود الدعوه SSG UZF. كل اللي عليك صديقي هتحط كود الدعوه اللي قدامك ده. طبعا صديقي الحروف كلها كابيتال مفيش ولا حرف سمول. فخلاص كده صديقي على طول يعني انت حطيت خلاص الرمز اللي قدامك ده تضغط صديقي بقى على كلمه تسليم الكلمه اللي باللون الاصفر دي. تمام وبس كده صديقي تم التسليم بنجاح وظهرت لك كلمه تحصيل. تمام عايزك تركز معايا اهو صديقي عايزك تركز معايا كويس جدا. يعني انا خلاص اهو شباب معايا 5000 نقطه وخلاص كده صديقي عملت اللي انا قلت لك عليه ظهرت لك كلمه تحصيل. اضغط عليها كده صديقي كلمه تحصيل لقد حصلت على 50000 نقطه. ولو نزلنا كده شباب زي ما انت شايفين بقى معانا 55000 نقطه داخل التطبيق الاسطوري ده. زي ما انت شايفين اهو شباب بقى معانا 55000 نقطه 327. طبعا بقى شباب ال 327 دول اصلا مش شارقين معانا يعني احنا معانا 55000 نقطه عايزين تاني. تمام تعالوا بقى يلا شباب استعرض معاكم باقي الطرق اللي هنجمع بيها نقاط داخل التطبيق ده عشان حرفيا يا شباب لسه في طرق روعه واسهل من السهوله كمان هنجمع بيها نقاط فوق ال 55000 نقطه دول. وهوريك كمان يا صديقي بعد ما تجمع النقاط دي كلها ازاي اصلا تحولها لشداد بابجي موبايل. تمام يا صديقي هتلاقي بقى عندك هنا صديقي طرق سهله جدا لتجميع النقاط. زي ايه مثلا طرق سهله؟ يعني دلوقتي انت عايز طرق سهله هتلاقي بقول لك انضم لجروب التليجرام هتاخد 2000 نقطه. يعني صديقي 2000 نقطه ببلاش زي ما انت شايف. يعني تابع صفحه التيك توك بتاعه التطبيق او عفوا يعني تابع صفحه الفيسبوك بتاعه التطبيق هتاخد مش عارف 5000 نقطه 2000 نقطه. يعني هو صديقي طرق تجميع النقاط اسهل من السهوله ومفيش اي حاجه صعبه قدامكم يا شباب. كل حاجه هنا ماشي معاكم خطوه بخطوه داخل التطبيق اعتقد يعني مفيش اي حاجه صعبه. تعالى بقى صديقي الاسهل طريقه
لتجميع النقاط داخل التطبيق. يعني خلاص كده احنا حطينا كود الدعوة وحصلنا على 55,000 نقطة. طيب هل في طرق تانية لتجميع النقاط؟ عندك هنا صديق طريقة أسطورية هنجمع بيها النقاط. عايزك تركز معايا كويس جدا. كل اللي عليك هنا صديق في الواجهة الرئيسية بتاعت التطبيق، او طبعا يعني في القسم الاساسي داخل التطبيق، القسم صديق اللي انا هتطلق عليه مربع باللون الاحمر ده في اسفل الشاشة، تمام؟ هنا صديق كل اللي عليك انك بتتصفح كده بس، بتنزل فوق وتطلع تحت، انا تقريبا عكستهم، بتطلع فوق وتنزل تحت، كل اللي عليك صديق انك بتنزل تحت وتطلع فوق بس كده وانت بتاخد نقاط، تمام؟ يعني انت كل اللي عليك تنزل فوق وتطلع تحت وبس كده صديق. بتقرأ اخبار، عايز عن ترفيه، عايز عن الرياضة، عايز مثلا عن الفلوجات، اي حاجه صديق انت عايزها. يعني هو مثلا شباب انا جبت الرياضه، كل اللي عليا كل اللي بعمله داخل التطبيق ان انا بنزل تحت وبطلع فوق وكده. طبعا يا شباب انا بجمع كمان نقاط فوق ال 55,000 نقطه، يعني انا شايف طبعا يا شباب مفيش اسهل من كده. كل اللي عليك دلوقتي صديق انك بتنزل تحت وتطلع فوق، تنزل تحت وتطلع فوق، مفيش اي حاجه صعبه طبعا يا شباب. يعني انا من وجهه نظري مفيش اي حاجه صعبه. تختار بقى صديق ترفيه، لو انت عايز تقرأ حاجات عن الترفيه بتختار رياضة، لو انت عايز تقرأ حاجات عن الرياضة بتختار مثلا ثقافة او اي حاجة انت بتحب تقرأها، عندك اقتصاد، عندك اجتماعي، عندك صديقي، اي حاجة انت عايزها تلاقيها، تمام؟ يعني زي ما قلت لك بتطلع فوق وتنزل تحت وبتضغط بقى صديق على علامة الهدايا وتبدأ ان انت تاخد الهدايا بتاعتك. وانا شايف طبعا الشباب مفيش اي حاجة صعبة. بعد كده الشباب لو جينا كده في الخانة دي وضغطنا على عجلة الحظ، عندك صديق هنا عجلة الحظ، عجلة الحظ دي طبعا صديق انت كل اللي عليك بتضغط سحب جائزة مجانية وبس كده صديق. عجلة الحظ بتلف وبتحصل على نقاط. يعني هو شباب لفيت عجلة الحظ خدنا 688 نقطة. تضغط كده صديق جمع الجائزة، خلاص كده صديق الجائزة بتاعتك جمعت، او انت يعني خلاص جمعتها وبقى معانا شباب 56,000 نقطة مش 55,000 نقطة. فانت طبعا صديق لو فضلت بقى تجمع الطرق، يعني لو فضلت تجمع نقاط بالطرق اللي انا عمال اشرح لك فيها دي، فانت حرفيا صديقة تشحن شداد بطريقة اسهل من السهولة. ووريك كمان صديقي دلوقتي ازاي تحول الشداد دي او ازاي تحول النقاط دي لشداد، تمام شباب؟ تمام، ركزوا معايا كويس جدا هنا شباب. لو ضغطنا كده على خانة عجلة الحظ، عجلة الحظ دي يا شباب هي اللي هنتحول منها على الشداد. ضغطنا كده هنضغط على كلمة يسحب، يعني صديق انت كده هتخش على عجلة الحظ، كل اللي عليك انك تخش على عجلة الحظ، تمام؟ خلاص صديق دخلت على عجلة الحظ اللي هتطلق عليها مربع في اعلى الشاشة، تضغط على كلمة يسحب، تمام؟ اهي برضو صديق اللي هتطلق عليها مربع، ضغطت كده صديق على كلمة يسحب هيظهر قدامك هنا صديق عندك هو بطاقات طبعا باي بال، او طبعا يعني صديق دولارات باي بال، ويظهر كمان صديق عندك رصيد لو انت عايز تشحن رصيد، تمام صديق؟ عايزك تركز معايا هنا. طيب ازاي بقى صديق احنا نشحن شداد بابجي موبايل؟ عندك هنا صديقي انت هتسحب باي بال، تمام؟ يعني كل اللي عليك دلوقتي ان انت هتسحب باي بال. دي طبعا يعني شباب الفكرة اللي انا بفضلها حاليا ان احنا نسحب باي بال وبس كده شباب مباشرة. بقى احنا بنسحب باي بال فاحنا خلاص كده بنمسك فلوس في ايدينا، يعني دلوقتي شباب خلاص احنا سحبنا باي بال هناخد فلوس، وبعد كده خلاص شباب بعد ما خدنا الفلوس يعني من الباي بال هنعمل بقى اللي احنا عايزين، وعايزين نشحن شداد بابجي موبايل هنشحن طبعا يعني شباب شداد براحتنا. ولو ركزت طبعا هنا صديق عندك 1 دولار او 3 دولار او 6 او مثلا 15 او 30 دولار النقاط صديقة عالية جدا. طب انت دلوقتي تستغرب ازاي احنا نشحن بالنقاط العالية دي، عندك 8 مليون نقطة و 4 مليون نقطة وكلام من ده. انت اصلا يعني صديقة تجمع نقاط بطريقة حرفيا اسهل من السهولة، انت بتعملش حاجة وبتجمع نقاط. عايزك بقى كده صديقي بعد ما تحمل التطبيق انت اساسا يعني هتتعمق داخل التطبيق وتفهم كل حاجة لوحدك. بس كده شباب هو ده فيديو النهاردة، اللي اتمنى كل فيديو عجبكم، واتمنى شباب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الشرح. سيب لكم رابط التطبيق في وصف الفيديو. طبعا صديق لو ما كنتش مركز معايا رجع الفيديو من البداية وركز كويس جدا، حرفيا صديق الطريقة اسهل من السهولة. بس كده اخواتي في النهاية اتمنى كل فيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من الشرح. اشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.